طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. نعلم مفاهيم الشرف والرفعة والسمو الأخلاقي، والتي يتعين على المحامي أن يجسدها في تصرفاته ويجعلها لصيقة لشخصه وعنوانا لكرامته وكيانه ونبراسا لسلوكه سواء في حياته الخاصة أو العامة. فهذا الحدث الذي طبعا الحال نخلده اليوم هو من المحطات التي دأبت هيئة المحامي بطنجة على تخليدها تقريبا شبه سنويا، مناسبة للاحتفاء بالمحامي والمحامية المتمرنة المقيدين بجدول التمرين. هذه السنة اخترنا لهم اسم فوج المئوية، وقد أطلق عليهم مجلس الهيئة فوج المئوية أيضا، وهو احتفاء بمئوية هيئة المحامي بطنجة التي في القريب العاجل ستتمم 100 سنة الأولى ليلها. هذا السياق طبيعة الحال التي تعيشه المحاماة واللي فيها الكثير من الـ من الـ من الـ من المشاكل أقول، لكن رغم ذلك لم تتنينا على الاحتفال بهذه الفئة المهمة جدا التي تطعم والتي تغذي شرايين هذه الهيئة. استمعنا إلى مشاكلهم، إلى اهتماماتهم، إلى قضاياهم. طبعا الحال سوف نتجند جميعا محامون مؤسسات وجمعية عمومية من أجل الاستجابة لهذه الاهتمامات والانتظارات للمحامين والمحاميات المتمرنين، وهم حقيقة انتظاراتهم كثيرة.